السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من لقاء مع الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية. أهلا بك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لمشاهدينا الأعزاء في قناة الميادين. دكتور، سنبدأ بمبادرة إيران للسلام في منطقة الخليج. قدمت رسالة رسمية من قبل الرئيس الإيراني لقادة الدول الخليجية وللعراق، ماذا في تفاصيل هذه المبادرة؟ الجمهورية الإسلامية إيران الإيرانية تعتقد بالمعنى الاستراتيجي بأهمية التعاون الجدي والمؤثر والبناء مع جميع دول الجوار والمنطقة، وخاصة مع جيراننا في جنوب الخليج الفارسي، الدول الست في مجلس تعاون الخليج الفارسي إضافة إلى العراق واليمن. لأجل هذا التعاون طرحت الحكومات المتعاقبة في إيران مبادرات للحوار. كان هناك على برنامج عملنا مشاورات ومبادرات كثيرة في مجالي السياسة والأمن، ومبادرات في مجال التعاون الدفاعي لتأمين الحد الأدنى من الأمن في المنطقة وعلاقات الصداقة. أظن أن رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير خارجيتنا محمد جواد ظريف يعملان ضمن مرحلة تبذل فيها أمريكا والكيان الصهيوني مساعي كبيرة لإيجاد مسافة بين إيران ودول المنطقة. قدمت إيران في هذه المرحلة مبادرتها في الأمم المتحدة على نحو جيد. بالطبع كان هناك دائما حوارات وزيارات بشأن هذا الملف بين المسؤولين في دول الخليج الفارسي وإيران. التطورات والظروف في المنطقة اختلفت كثيرا عما مضى. انظر إلى الرئيس الأمريكي ترامب عندما وصل إلى سدة الرئاسة، أعطى وعودا علمنا بها من خلف الأبواب المغلقة، أعطاها ترامب لبعض قادة دول الخليج الفارسي ومنها السعودية والإمارات والبحرين. لا شيء يبقى مخفيا في المنطقة، كل شيء واضح ومكشوف. يعني أنه إذا كان هناك بين الرئيس ترامب ومسؤول أجنبي سعودي أو إماراتي لقاء ما، فبسرعة تنتشر تفاصيل هذا اللقاء في المنطقة وخارجها أيضا. الأمريكيون أنفسهم الذين يطرحون أفكارا ضد إيران في الحوارات السرية مع السعودية كانوا يخرجون أسرع من الجلسات ويكشفونها عبر القنوات. الأمريكيون كانوا يتصرفون بازدواجية، بمعنى أنهم كانوا ينقلون عبر رسائلهم أن السعوديين هم أصحاب النيات السيئة ضد إيران، وأحيانا بعض الوساطات كانت تأتي لتقول إن السعوديين لديهم نيات سيئة وإن الأمريكيين يريدون تقديم المساعدة وبالعكس. دكتور، هذه النوايا السيئة الأمريكية لا تزال حتى هذا اليوم رغم كل التغيرات التي حصلت في المنطقة؟ الأمريكيون يتعاملون بطريقة مع السعوديين جعلت السعوديين يظنون حتى أشهر سابقة أن أمريكا ستشن حربا ضد إيران. السعوديون كانوا يتشجعون بأن أمريكا ستدخل في حرب مع إيران وأن المعادلات في المنطقة ستتغير. الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتبعت سياسة ضبط النفس والصبر ودعت السعودية والأصدقاء في المنطقة إلى الصداقة وحسن الجوار بدل الاعتماد على الأعداء وأمريكا والكيان الصهيوني. كل هذه النيات الإيرانية الحسنة في الواقع تحولت اليوم إلى مبادرة تحمل اسم مبادرة هرمز للسلام. هذه المبادرة هي رسالة سلام، رسالة صداقة، رسالة تعاون في مختلف المجالات الشعبية والثقافية إلى أعلى المستويات الدفاعية والأمنية لتوفير منطقة آمنة. ما هي النقاط الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرة؟
أولا، هذه المبادرة قدمت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الحكومات والدول المعنية، وهي الآن في مرحلة دراسة هذا الموضوع وبحثه ومناقشته. أيضا هناك عوائق، وهي التدخلات الأمريكية وتحريض واشنطن ووعودها الكاذبة لقادة السعودية وبعض دول المنطقة التي تحول دون التفكير على نحو جيد واتخاذ قرار صحيح. أود أن أقول هنا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد سوى الخير لدول المنطقة، ومن بينها السعودية والإمارات والبحرين. على كل حال، نتمنى أن نرى تصرفات بناءة من هذه الدول. نأمل أن يسود السلام بين حكام البحرين والشعب، ونأمل من السعودية والإمارات بدلا من دفع تكاليف باهظة لقمع الأطفال والنساء في اليمن أن تستثمر الأموال في مجالات السلام والحوار وتطوير المنطقة وازدهارها. هل تتوقعون تجاوبا من هذه الدول، لا سيما المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التوترات الحالية بين إيران وبين السعودية؟ هل تتوقعون تجاوبا منها حيال هذه المبادرة، لا سيما أن هناك عراقيل من الولايات المتحدة الأمريكية؟ أمريكايها منافع خودشون رو در وجود اختلافات در منطقه می دیدن. الامریکیون یجدون مصالحهم في الاختلافات بالمنطقة. بعد مقتل البغدادي اعلن احد المسؤولين الامریکيين ان البغدادي قدم الينا مساعدة كبيرة، ونحن استطعنا ان نبيع اكثر من 80 مليار دولار من الاسلحة لدول المنطقة. الحقيقة أن الأمريكيين لديهم مخططات خطيرة للمنطقة. محور أمريكا والصهاينة يسعى إلى تحقيق هدف أساسي في المنطقة، وهو تقسيم سوريا والعراق وتركيا والسعودية وإيران وحتى مصر. هناك معلومات بأن أمريكا في الوقت الذي تستغل فيه أموال السعودية ضد بعض دول المنطقة لتنفيذ سياساتها، تعمل على وضع برنامج لتجزئة السعودية. الأمر ليس كما يبدو أن أمريكا لديها نيات خير لمنطقتنا. نحن نعارض تقسيم السعودية، وبالقوة نفسها التي دفعنا بها عن الوحدة الوطنية وسيادة الدولة في العراق وسوريا، ندافع أيضا عن وحدة الأراضي السعودية وسيادتها. للأسف حكام السعودية وآل سلمان لم يستطيعوا أن يؤدوا خلال فترة حكمهم دورا بناء في المنطقة. الحرب على اليمن والتدخل في البحرين ودعم الإرهاب في سوريا ولبنان والعراق والتدخل في بعض التطورات في شمال أفريقيا كانت من بين التدخلات الواضحة للسعودية، وجميعها تصب في مصلحة الكيان الصهيوني وأمريكا، لا في مصلحة المنطقة أو المصالح البعيدة المدى للسعودية. جيد، هناك نقطة مهمة تحدثتم بها دكتور الآن فيما يتعلق بالمساعي الأمريكية لتقسيم سوريا والعراق واليمن والسعودية ومصر، وقلتم بأن هناك معلومات فيما يتعلق بمحاولات أمريكا لتقسيم السعودية. سنعود إلى هذه النقطة لأنها نقطة مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بهذه المعلومات، ولكن هل تتوقعون تجاوبا من السعودية حيال هذه المبادرة الآن؟ طبعا كلنا نعرف بأن كان هناك رسائل من المملكة السعودية لإيران، وحاولت السعودية التقارب في الفترة الأخيرة مع إيران لتحسين العلاقات. هل تتوقعون أن يكون هناك تجاوبا سعوديا حيال المبادرة؟ ما توقع داريم كعربستان السعودي در مسير عقلانيات
نحن نأمل أن تمضي السعودية بخطى عقلانية حيال مبادرة هرمز. الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن مخالفة لمبادئ الصداقة وحسن الجوار، لكننا نعتقد أن زمن السعودية في إطار تعاونها مع أمريكا والصهاينة قد بدأ بالهبوط. نلاحظ أن السعودية في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني مضت على نحو سريع جدا خلال حكومة الملك سلمان، ولكن لو يلاحظ المشاهدون المحترمون ما طرح عام 2015 في مؤتمر هرتزليا بالقرب من تل أبيب على ألسنة أعلى المسؤولين الأمنيين في الكيان الصهيوني، لقد صرحوا بأن التطبيع مع الدول العربية حقق تطورا، لكن مشكلتنا الأساسية إذا لم تحل مع فلسطين فلن نحصل على أي نتيجة. لذلك على السعودية أن تغير سياساتها. أنا متفائل بأن السعوديين يمكنهم السير ضمن طريق صحيحة، ولكن بالنظر إلى الماضي والوساوس الأمريكية للسعوديين وسياسة إثارة الحروب التي يتبعها آل سلمان في السعودية، أظن أن السعودية لم تتمكن من الحصول حتى الآن على الجاهزية الكافية للحوار. ما هي المعلومات التي لديكم والتي تتعلق بمحاولات أمريكا تقسيم المملكة العربية السعودية؟ لا يمكنني الكشف عن معلومات سرية في لقاء إعلامي، لكن أستطيع أن أخبركم بكل ثقة أن هناك معلومات موثوقا بها لدينا تفيد بأن هناك مخططا صهيونيا أمريكيا لتجزئة المنطقة. المخطط الذي اتبع في العراق وسوريا وطبق في السودان تجري اليوم محاولة تنفيذه في اليمن، والسعودية جزء من هذا المخطط، وأمريكا تتمنى إلى جانب اللوب الصهيوني أن يصل الوقت المناسب لهذا المخطط بأسرع وقت ممكن. أما السعودية فللأسف لم تدرك هذا الخطر الكبير. نحن نرى أن أمن المنطقة وأمن السعودية وأمن إيران مجموعة واحدة مترابطة، وأن خطر تقسيم السعودية هو نفسه خطر تقسيم سوريا واليمن والعراق، ونواجهه على نحو جدي، ويجب على الحكام السعوديين مواجهة هذا المخطط. طبعا تحدثنا فيما يتعلق بالمبادرة وعلاقة إيران مع الدول الخليجية لا سيما المملكة العربية السعودية، ولكن هناك مواضيع متعددة في الحقيقة الآن في المنطقة لا سيما من خلال التطورات الأخيرة التي تحصل في العراق ولبنان. لو بدأنا بهذه التطورات تحديدا المظاهرات التي تشهدها الشوارع العراقية، كيف تنظر إيران إلى هذه المظاهرات؟ في الأيام الماضية شهدنا تطورات الأحداث في العراق ولبنان. تقييمنا هو أن اللاعبين الأجانب وفي كل مرحلة هم بصدد البدء بلعبة جديدة وإثارة متاعب جديدة في المنطقة لتأمين مصالحهم. هل هي مؤامرة برأيكم؟ بعض هذه المطالب جماهيرية وشعبية، ومما لا شك فيه أن الفساد الإداري والبطالة وبعض النواقص موجودة في كل من العراق ولبنان، هذه حقيقة. لكن هذه المطالبات من قبل اللاعبين الأجانب لو نفذت فلن تكون لمصالح الشعبين العراقي واللبناني. في العراق المطالبات لم تعد تتمثل في إصلاح الحكومة فقط، إنما في إسقاط النظام أيضا. وفي لبنان البعض رفع شعار إسقاط النظام، بينما الناس كانت لديهم مطالبات شعبية. السؤال الأول الذي يطرح نفسه،
إذا كان القرار عزل الحكومة في العراق بناء على مطالبات الناس وحل البرلمان، فمن سينفذها؟ هذه المطالب رفعت في ثورات عديدة شهدتها المنطقة منذ عام 2011 في مصر، في ليبيا، في العديد من الدول. يعني عندما كان يخرج الناس للشوارع كانوا يطالبون بإسقاط النظام. عندما نتحدث عن مؤامرة خارجية دكتور، هل هناك أدلة يعني يمكن الاستناد عليها بأن هناك بالفعل من يحاول أن يركب موجة الحراك الشعبي في هذه الدول؟ لاحظ، المطالبات الشعبية قائمة في كلا البلدين، لكن هناك لاعبون في الفضاء الافتراضي لا يمكن التعرف على هوياتهم على نحو دقيق وما الذي يريدونه. إذا عدنا إلى الساحة العراقية فهناك معلومات دقيقة تفيد بأن بين من يرفعون المطالبات الشعبية هناك بقايا نظام صدام وعناصر البعث والمندسون ومثيرو الشغب، وهؤلاء حولوا المطالبات الشعبية السلمية إلى صدام وعنف وقتال. نعم، هناك واقع وهناك نواقص في العراق، لكن مهمة مثيري الشغب وسط هذه المطالبات ليست المهمة نفسها التي يسعى لتحقيقها عامة الشعب. في لبنان تقييمي الشخصي هو أن البرلمان الذي يحوز الأغلبية فيه ائتلاف المقاومة والسيد ميشيل عون وحلفائه لا يحظى بتأييد من السعوديين والأمريكيين. مجلس الوزراء الذي تؤيد أغلبيته تحالف السيد ميشيل عون والمقاومة لا يحظى بدعم من أعداء لبنان، لذا فإن هؤلاء يحاولون ركوب الموجة والمطالبات الشعبية بطريقة تؤدي إلى إثارة الفوضى سواء في لبنان أو في العراق. طيب دكتور، هل ما يجري في لبنان برأيكم له صلة بما يجري في العراق؟ هناك أوجه تشابه كثيرة بينهما بناء على جذور المطالبات الشعبية. في كلا البلدين أساس الحركة أصبح مطالبات الجماهير، لكن في كليهما أيضا هناك بعض الأيدي التي تشير إلى الدور الذي يؤديه الأمريكيون والصهاينة فيما يحدث. الأمر المهم هو أن مطالبات الناس في العراق سمعت. رجال الدولة، المرجعية، القادة السياسيون ورجال الدين كلهم يبذلون جهدهم ليل نهار لتلبية هذه المطالبات وعزل المفسدين من الحكومة. مطالبات الناس في لبنان أيضا سمعت. من وجهة نظري لم يكن هناك من داع لاستقالة السيد سعد الحريري من منصبه. استقالة السيد الحريري لا تساعد الشعب اللبناني بشيء. السيد حسن نصر الله قالها بصراحة بأنه لا يؤيد استقالة رئيس الوزراء. لا يوجد أي سبب لتصبح مقولة إسقاط النظام شعار أشخاص يتابعون مهمتهم بتوجيه من الخارج. هل هناك هدف من وراء هذه الخطوات، يعني من وراء استقالة الرئيس سعد الحريري؟ اسمح لي بأن أحدثك عن تحليلي الشخصي. تطورات الأحداث في لبنان لها مسارات متعددة، مسار في داخل لبنان ومسار إقليمي ومسار دولي. على الصعيد الداخلي تطرح المطالبات الشعبية، أما على الصعيد الإقليمي فهناك تدخلات أجنبية، بينما على الصعيد الدولي نحن أمام تدخلات الأمريكيين والصهاينة. لا يمكن الحديث عن تطورات لبنان من دون أخذ كل هذه العناصر بعين الاعتبار، لكن المهم أن قادة لبنان والأحزاب والتيارات السياسية في لبنان يبذلون مساعيهم للتوصل إلى الوفاق والوحدة، وذلك للحفاظ على المنظومة السياسية، إلا أن بعض اللاعبين الأجانب يحاولون منع ذلك.
لماذا لا يسمح للبنك المركزي اللبناني الذي يتعامل مع الأمريكيين على نحو مباشر بتوزيع الدولار وسط الأزمة اللبنانية لمضاعفة الأزمة؟ لماذا تجر المطالبات الشعبية السلمية إلى العنف ويتخذ بعض اللاعبين الدوليين مواقف لتشديد هذه الأزمة؟ دكتور لم يتبقى لدينا سوى عدة دقائق قليلة، وأريد السؤال في الحقيقة عن التطورات في شمال سوريا. هل برأيكم ما يحصل في لبنان، ما يحصل في العراق، له علاقة بالتطورات أيضا في سوريا، خاصة بعد التقدم الميداني والسياسي الذي حصل مؤخرا في سوريا؟ في عالمنا اليوم فإن تطورات بعض أحداث منطقتنا مرتبطة ببعض. لا يمكن أبدا تحليل تطورات العراق بعيدا من أوضاع لبنان، كما لا يمكن تحليل تطورات الأحداث في لبنان بعيدا مما يحدث في سوريا أو حتى اليمن. واضعو الخطط يخوضون لعبة كبيرة، وأحد أجزائها هو تقسيم البلدان الكبيرة في المنطقة، بدءا من مصر في شمال أفريقيا إلى المملكة العربية السعودية في الضفة الجنوبية من الخليج الفارسي. هذا التهديد موجه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا أيضا. الجزء الآخر من اللعبة هو زعزعة استقرار المنطقة، وهو الجانب الذي يوفر القدر الأعلى من المصالح للأمريكيين. مصلحتهم في فترة من الفترات كانت تؤمن من خلال توفير الأمن والاستقرار للمنطقة. حاليا مصلحتهم هي في زعزعة استقرارها، ففي ظل هذا المناخ يمكنهم بيع الكثير من الأسلحة وسرقة الكثير من النفط. وبالتالي لو كانت خطتهم لتغيير النظام السوري الشرعي ستنجح، لكانوا قد نفذوا باقي مراحل هذه الخطة، وكنا سنشهد تطورات أخرى في المنطقة. بسبب هزيمة السياسات الأمريكية الفاشلة وعدم جدواها في سوريا، نحن اليوم أصبحنا أمام أوضاع خاصة في العراق ولبنان. لكنني لا أريد ربط كل مشاكل العراق ولبنان بأمريكا، سواء في لبنان أو في العراق. توجد مشاكل ولا بد من الاهتمام بمطالبات الشعب. ذكرت هذا الموضوع دكتور أنت قبل قليل. هناك اتفاق حصل روسي تركي أمريكي في الشمال السوري لوقف إطلاق النار. هل كانت إيران جزء من هذا الاتفاق؟ هل تم إبلاغ إيران قبل التوصل إلى هذا الاتفاق؟ وكيف تنظر إيران اليوم إلى ما حصل في شمال سوريا طبعا بعد وقف إطلاق النار، خاصة أنه هناك احتمال أيضا للمواجهة التركية السورية هناك، وحصلت بعض المناوشات ولا تزال بين الجيش التركي والجيش السوري؟ نحن نحترم سيادة الأراضي التركية والسورية ووحدتها في آن واحد، وندرك قلق تركيا بخصوص أمنها في حدودها المشتركة مع سوريا، وأيضا قلق سوريا تجاه سيادتها ووحدة أراضيها. لكننا نعارض أي نوع من العمليات العسكرية داخل الأراضي السورية من دون تنسيق مع الحكومة السورية، وقد أعلننا ذلك بكل صراحة. راضية على وقف إطلاق النار، على هذا الاتفاق الأمريكي الروسي التركي الذي حصل مؤخرا؟ قبل أن تدخل القوات العسكرية التركية إلى الأراضي السورية، أعلن رسميا أن السبيل الوحيد لإزالة القلق الأمني في منطقة الحدود التركية السورية يكون عبر الحوار والتفاوض والاتفاق بين الحكومتين التركية والسورية. نحن نعارض دخول العسكريين الأتراك إلى سوريا خارج اتفاق أضنة. لذا نرى أن العمليات العسكرية التركية لا تصب في مصلحة المنطقة. نحن كنا جزءا من اتفاق التعاون الذي جرى بين الدول الثلاث لوقف إطلاق النار حتى قبل العمليات العسكرية، باعتبار أن موقفنا كان رافضا للحرب قبل هذه العمليات. علاقة طهران وأنقرة ممتازة جدا،
لكننا نعتقد أن تركيا كان بإمكانها وعبر الطرق الدبلوماسية ومن خلال استقرار الجيش السوري في المناطق الحدودية مع تركيا أن توفر أمنها القومي على نحو أفضل قبل أن يقتل أبرياء في سوريا. هل ترون هناك إمكانية لاتفاق تركي سوري في المنظور القريب؟ أتصور أن تطورات الأحداث الراهنة بين تركيا وسوريا لها مخرج واحد إذا جرى التحاور بين الحكومتين وجرى التوصل إلى اتفاق. في آخر زيارة قمت بها إلى دمشق قبل نحو 3 أشهر تقريبا وخلال لقاء الرئيس السوري بشار الأسد لمست استعدادا كاملا لديه لإجراء أي نوع من المباحثات والمفاوضات الرسمية مع الحكومة التركية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتوفير أمن الحدود المشتركة مع تركيا. أتصور أننا سنشهد توافقا وتعاونا جيدا على المدى المتوسط بين الحكومتين التركية والسورية فيما يخص توفير أمن الحدود المشتركة. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين أمير عبد اللهيان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت الذي أعطيتموه لقناة الميادين، شكرا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.